باسم حرية التعبير اللي كفلت الدستور اللبناني، استنكر اشد الاستنكار منع المونسينيور والاب كميل مبارك من الظهور على الشاشات، وبطالب السلطات الكنسية وتحديدا مطرانية بيروت للموارنه بالتراجع عن قراره. والمونسينيور مبارك معروف عنه انه عوني بامتياز، ومن اقواله الشهيرة: لو لم يكن عون رئيسا كنا زحفنا على الارض، لكن عون لم يزحف ولم ينكسر أمام المؤامرات والضغوطات والانكسارات، بل تحمل الصعوبات، ومن يسند الجبل من الطبيعي أن يتعب. يعني مش حرام هالدرر وهالحكيات الحلوين وهالأفكار النيرة ما توصل للجمهور؟ وحياة الله حرام. أنا مع غادة عون وسعد بريء. بريء؟ شو يعني شو مفهومك للبراء؟ بريء معطر بيضحكوا عليها وتنين، مش قليل يكون شخص عامل سبعة ودمتها ويلجأوا له الناس ليحلوا لهم مشاكلهم، مش قليل. ولو يا أبونا، ما الرئيس بري مثل ميز الحكمة، كتير عم تقسى عليه. بكرة بيقوم الشيخ أحمد أبلين بيرد عليك وبيصير بدنا نستعين باليونيفيل لفض الاشتباك الماروني الشيعي. مونسينيور نحن معك، وأنا شخصيا ما بحضر الأو تي في إلا وقت تكون ضيف على أحد برامجها. على الأو تي في ما بيشرقت كتير المونسينيور مبارك، لكن مع وليد عبود أو طوني خليفة بتكون المقابلة نارية وخارجة عن المألوف. وشوف شوف يا حبيبي شوف، حزب الله قراره مش بإيده، قراره بإيد إيران. بين إيران وتركيا، إيران ترتاح المسيحي أكثر، إيران. هلأ أحسن شي بهالخبرية إنه أنا حامل بن دايرة الدفاع عن المونسينيور مبارك، وهو لا بيقرأ ولا بيشوف. ما بسمعش اخبار اطلاقا انا، ولا بقرا جرايد اطلاقا.